أربعة أشهر الترقب فيها سيد للتقديرات حيال السلوك الإسرائيلي تجاه القطاع مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، والذي لا يعتبر وفق تقديرات مراقبين أولوية للتصعيد لدى ائتلاف حكومة نتنياهو. لكن ذلك لا ينفي قلق الشارع الفلسطيني من سلوك مماثل للذي شهدته انتخابات العام 2008 و2014، والتي كانت الحرب وقودا لحملتهم الانتخابية آنذاك، خاصة في ظل توجه المجتمع الإسرائيلي عموما نحو اليمينية والتطرف. سيحاول استعراض أكثر لأجندته اليمينية وتشدده اليمين السياسي، وإرضاء للمستوطنين وإرضاء لليمين الانتخابي داخل الضفة. ربما الرسالة التي وجهها للمصريين لتوجيهها لنقلها إلى قطاع غزة بأنه يعني في المرحلة الانتخابية ستكون الأمور حساسة تماما. الخطر الوجودي الذي يتهدد إسرائيل كما تشير الوقائع يتمثل بالجبهة الشمالية، وهذا ما تجلى في عملية درع الشمال مؤخرا، أضف للعقيدة اليمينية الإسرائيلية التي ترى في الضفة الغربية مركزا للاستيطان وإقامة كيان يهوذا والسامرة المزعوم. ومع استبعاد المراقبين لأن تكون غزة بؤرة للصراع مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، إلا أن تقديرات أخرى ترى في تصاعد الأحداث الأمنية على الحدود الشرقية في مسيرات العودة عاملا يفاقم من الحساسية الأمنية وينامي من فرص الإقدام على عملية عسكرية فيه. المصلحة الفلسطينية ذاهبة نحو تبريد وخفض مستوى الصراع مع الاحتلال لعدم إعطاء مبرر حتى لا يكون الدماء الفلسطينية في غزة هي زيت ماكينة الانتخابات. مؤشرات استطلاعات الرأي بأن لا تغير على الخارطة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة لا تنفي توجه المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف اليميني. ضغوطات على المستوى الشعبي والسياسي ولائحة تهم قضائية باتت تهدد ائتلاف نتنياهو الحكومي، يضاف إليها رغبة حكومته في الاستمرار بمصادرة حل الدولتين، جميعها دوافع جعلت من قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية أمرا حتميا قد ينذر بسلوك عدواني بحق الفلسطينيين. روان السراني، الغد، غزة، فلسطين.